تكدس للحاويات داخل ميناء أم قصر الحدود بمحافظة البصرة بات يشكل عقبة أمام تعزيز الواردات المالية للدولة، أمر دفع بهيئة الجمارك لتشكيل لجان لمعالجة هذه المشكلة من خلال جرد تلك الحاويات وبيعها إلى التجار. طبعا موضوع تكدس الحاويات في المنافذ الحدودية من المواضيع المهمة جدا، ومع الأسف أنه يعتبر موضوع أزلي. تم تشكيل لجنة من قبلنا بجرد كافة الحاويات في المنافذ الحدودية، تم تقديم تقرير اللجنة إلى الجهات القضائية المختصة وصدور قرارات قضائية ببيع الصالح منها والغير صالح يتلف حسب نظام 14 لسنة 1985. ومنذ سنوات وهذه الحاويات تشغل مساحة ليست بالقليلة من ميناء أم قصر، مما قد يتيح للفاسدين التلاعب بأوراقها أو لربما الاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية، وسط تأكيدات بأن هيئة الجمارك باشرت بتدقيق أعداد تلك الحاويات لمنع وصول يد الفساد والفاسدين إليها. حسب توجيهات السيد مدير عام الهيئة العامة للجمارك الأستاذ شاكر زبيد المحترم، تم تشكيل لجان لمتابعة الحاويات المتكدسة لفترة طويلة، علما أن هذه الحاويات المتكدسة ترفع إيرادات الجمارك للموازنة العامة. تم وصول إلى حلحلة موضوع الحاويات المتكدسة، الحقيقة تعتبر الأموال الضائعة، وتم تشكيل لجان بتوجيه مباشر من سيادته على معالجة وكشف وجرد الحاويات الأموال الضائعة لغرض عرضها بالمزاد وفق القانون الجمارك النافذ. تم تفعيل الحاسبة الإلكترونية اللي أرشفت جميع المعاملات الجمركية إلكترونيا من أجل المحافظة على المعاملة الجمركية وتخلص من أي محاولة للتهرب من الرسوم الجمركية أو التلاعب بالمعاملة الجمركية. كانت هناك مشاكل سابقة بخصوص بأنه تخصص جهاز الاستيراد من خلال تزوير بعض الإجائز، تم القضاء عليها من خلال متابعة من قبل السيد مدير عام الجمارك بأن تكون الإجائز توصل عبر البريد الإلكتروني السريع، أنه ترسل من قبل غرفة تجارة بغداد، هذا حد من قبل انه يعني بخصوص انه التزوير وصار بعض الاشكالات اللي كانت تحصل سابقا. ويرى معنيون ضرورة تكثيف الجهد الجمركي اكثر للحد من عمليات التزوير من قبل حيتان الفساد دا، كون هيئة الجمارك تعد احدى الروافد الاساسية بتغذية خزينة الدولة وتوفير الدعم والمستلزمات الضرورية لها من اجل انجاز اعمالها على اتم وجه. علي خشان، قناة السومرية.